أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق إلى والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر والهدي. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر والهدي وسكت بما هي القبر أعمد محمد من المغتال عجل المآشر. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر يا ربي محمد من محمود داع وإنه على ربي ما اشتر فوق الأكاذيب. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر يا ربي عطاء جبل نورا سعادة ورحمة رسولا امينا في بطون وغيره. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر يا ربي أتى شاهدا أبدا بالله مبشرا بشيرا نذيرا للمبات الجماهير. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر يا ربي رسولا أتاه بالمراجم عاديا أمية أبا ما لم تدئ في الدفات. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر يا ربي صباحا إلى مؤبرة مصر أفر بدر كمة كبير البرايات في وجوب الدواجي. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر يا ربي لك الله لا أنفق وأشدو بذكره هو القوة الوسطى وتلك الهادي. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر يا ربي نبي كريم ورحمة وهو راحة مجيم مبين ذو العلا والمقام. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر يا ربي عهيد كريم متقي وهو مسلم إمام وأم مجتبى وهو ناصي. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر يا ربي كفاني ياسين مقيم مدير وسيدنا العادل منير البشائر. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر يا ربي أيا قائد القر المهيمن صادقا حبيبا شهيدا مولرا بلا سائر. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر يا ربي لتلام عليما رأي أرى لسائر أبا القاسم المنصور يا غير عليه. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر يا ربي لأنك يا مصدوق هدي مصفي له رتبة فوق صلاة الآئل. عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تلقينا إلى الذكر يا ربي أرأيت تعالى اللي
وثيلة ثانيا لدلاه سلطانا ليلي وأيه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدى حميدا له تاجنا وهذا وهاتما مقدس سرنا راسبا كل مناجي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدى متطلبون الآن بعد صراط لقوات من أرجونه كل فاجر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدى كل الهاتم ذا جلة ومكانة توكلها كنهم دير البصير عليه صلاة الله ثم سلامه إلى الذكر والهدى الله من ينهى محبا ثوابا ويرى مصبا يوم الوفاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدى لأهل العوام أهل القديم والجنود دخلت عليه للوقوف الحوائج عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدى على المصطفى المبتدع أذكى صلاته صلاة دعاتها جميل بكرائه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدى أصائب ربا جلت فريد قوتي ليمن رسول الله أعظم ذنبي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدى لأسعد في الدنيا وأخرى وأرتقي إلى نور تأتى دعاء الناصري عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدى مكينا لدى الرحمن ذو العرش دائما وفي ولي نسلي جانا كل الأجانب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدى يسوس بلاد الله أمري هادية بهاي الجانب أو بذبر الزمان عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدى نصلي على العظيم روم مناره عليه السلام موجب للجوامر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدى وله أيضا نعم ناشني وسكت بماه الكفر اتي نا امنتي ده محمد والذي شين من شابه كافر جي احمد شين احمد حاشري شين حاشري دكا سنة انزلي احمد حاشر محمد المختاري دكا سنة انزلي خير المعاشري والذي شين بيين دنجي محمد شي محمد على محمد يا ابن يبو سنن سنه با سنن سنه طه وانني على حبه اكيد ان شوتني ان دان اكن سوير من زن الله ما اشك فوق الاكابر متغنى دري ان نان اكن سو من زن الله دان كما دوك غبي سغ دكان واسو ماسو جرما اتا عقب النور يا زو شي ني مي بن من زن ني ده النواوا يا دان كما ينا حسكي سرا رسولنا هجلا ورحمته رسولنا رحمة رسول الله منزو أمنتج في بدون مذاهري مذاهري دبائني أتا شاهدا يا ذو من شيدا قبل الإله يا ذو باوى نعو بنجدي مبشرا يا ذو من البشر بأن الجنة بشير النذير من البشر بيغ أن الجنة من قرقدي غمسزة مغمسزة بانعو بنجدي للبغات الجماهير من قرقدي غتارم الظالمي تترس ترنسو رسولا يا ذو من منزو أتاهم بالمراهيم يا ذو مسد يا إيدا إيه ينا كيران سزوها كالله ونسكت أمسا واسيد أكا يا ديسو
أميان يابو بي إربوتو با بي إقراتو با أبا ما لم تدي في الدعائي أبا إربوتو با بي إقراتو با يازو دا أبن دواسا ميسا أجيكي لتتغيبا سبان المصطفى زالة ياري بچيني المصطفى سابت ياري بچيني البدل ديكي وطاقن ياباني نيمتان ياباني نيمة مقفى مصطفى البدل ميكان سوى من سنة 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 ece ya bani ni'ima shafiqul barai kuma ce tanta likai fi hudumin dawa'i a cikin dukkan matsanancin al'amuran da suke duniyawa lakallahu na yi maka alƙawari ga Allah la anfaku ba zan gushe ba a shugo bi zikiri ina ta rera rera ambatan annabi sallallahu alaihi wasallama huwa alqurwatu wasuqa ne igiya wata take mai karfi wata take bahiri igiyan nan mai karfi ko ita ce zakhairi ajiya ta alqurani kenan nabiyun karim shi annabi ne mai girma rahmatu rahmani annabi wa huwa rahmatu annabi muqimun tsayon da yake tsaye da addinin ubangiji mubinun bayyana gaskiya rubuda ma abucin daukaka wala mafajir ma abucin abubuwa na alfahari aidu makadaici ne shi sunan sa ne karimun mai girma muttaqi cikin tsoron Allah wa huwa muslimi shi ne gyara dukkan al'amura imamu rabbani mai jin dai mujtaba dai sunan sa ne wa huwa nasiri shi ne taimako na nasiru shi ma sunan sa ne kafani yasinu yasinu sunan sa ne shi ma ya ishe ne muqimun yana mai tsaye da gaskiya mudafiru yana abin tsarkakewa وسيدنا العادي شيني شغبان وان ديكي من شريعوا المنيل البشائي وان ديكي باب بشاروري اياكا اذا القرر الوائي يا وان ديكي جاغور ماسسو بنا مفريد ننع المهيميني نعو بنجدي كوكو ما ميكولا ما ميكولا وادا ايكي مبايي صادقا يا زوينا ميكسكيا حبيبا مسوي شهيدا من شهيدا منذرا بلا حسائر من غرغدي ده دكان واس ابو وانه زاسو كاي مو غا اي غزو غا اسارا لترام حديما بان يا مس wannan kira ce ya rasul allah ga dukan wannan mai hidima shi ne shoy ibrahim rali an gashi ya zo yana mai kaskantar da kai har allah sayu ayu kasu sun zama abul qasim min ma ya uban qasim wanda yake mai abin taimako ya haida hasiri ya biyayyen wanda yake hadiri nake tare da shi la annaka ya masuku dan kai ya abun gaskatawa hayru shaqai ne fa biyayyen duk wanda za a ba wa ceto lahu tubatu mutaqarat al ahadi manzo allah yana da martabobi bisa ga shugabanni wanda suke zababbu ya duk sama da su ra'aytuka ahlan lil wasila wa sanaruka na gan kai da mafi cancanta da wannan wasila din sa'iyan ladal auri sultanan zaka shayar da wanda suke shugabanni sarakuna a wurin tamki tamkin gana ina da na kalkausar li yawmi wa hafi ina da kuma karshe na hamidan ka zo kan na gan kai ne abin yabo lahuta jun wanda yake da su hula irin ta sarauta din nan wa haqqan wa khatiman kai ne gaskiya kai ne kuma cika miki ga annabawa da manzanni muqaddasan sirran daga ni ko kuma yana da hatim ha wato zobe na annabta muqaddasan sirrin naga kai ne abin tsarkakewa na sirri ra'aki ban fil mazhar wanda yake ta hawa a cikin mazharuri aha muqaffan muqaffan na ganka abun bi ne lahuna ala wanda yake da takalma guda biyu ba da kira bayan sanda lahuwa atimu ya da zobe arjubi kullu bari ina kauna dukkan abubuwa na albahari da albarka wannan zobe guda na ganka wato kai shari'a ne haima cika makin annaba da manzanni zai zaka ba da cin girma da daukaka tawakkala alaihim daya zul basairi ma abuta basira sun dogara ga manzan Allah haddan da gaskiya la ilaha illallah yubban sabara kadi yake hana wannan masoyi ga wannan soyayya da yake wa manzan Allah Allah ya nisanta mun shi wa yarhamu sabara barwa tarakini wanda kuma yake jin kan wannan mai tsananin bege ga annabi shi kuma Allah ya ji kan sararin da Allah yake bayyana da dukkan wasu abubuwa da suke na boye shine ranar kiyama
la'alawa na hadun qawimu ma bota soyayya suna da irin tasu hanya wacce take marejiya wa innani darajtu alayhi to ni ma na hawo irin wannan hanya marejiya din lil hukuti al'awajibi da lokuta rawa inda suke na karshe amal mustafa da mutaya azka salati wani tsarkin salatin Allah da amunci su tabbata daga mustafa da mutaya zababbe salatan da ya kuma gani uka baki albarka wannan salati da amunci Allah ya sa a shafe dukkan manyan manyan zunubai na ina roƙon ubangiji jalla da ya girma fari da kurmaki ina roƙon shi ya yi dukkan bakin ciki na bi yumin rasulullahi alladhi jadi dan albarma dan albarkan manzon Allah wanda yake shine mafi girman mai dora karaya la sa'ada la sa'ada fi dunya dan samu arziki a duniya wa ukhra arziki a lahira wa artaki ila dhil watin hau kuma zuwa ga tsoro ruwa ta tawadi la nasibi wanda za a dinga kirgawa da yatsa wani ya kai kaza wani ya kai kaza wani ni ma a ci shi ma ba shi shi Ibrahim shi ma kai makin alladar rahmani dan zama wato tabbatacce a wurin ubangiji zalla arshi mabocin al'arshi da imam har abada wani wani masani da kullul ashaqiri da ni da ƴaƴana za ka ga dangi dukkan suna kaskantar da kai gare mu da ni da ƴaƴana yasusu biladallahi arriya ina san Allah lamarina ya zama ya jagoranci al'amura bayan ana garuruwa duka ga baki daya hadiyan da hadiyi kitabin zaman na shiryar da mutane a bayan ƙasa da shiriya irin ta alqur'ani aw bi ladari zawajiri ko kuma na shiryar da su da tsawatarwa dukkan wani abu mai tsawatarwa nusalli ala alhadi muna salati ga manzon Allah shine Muhammadu alhadi nahumu manalahu muna neman baiwarsa alaihi salam amince Allah ya tabbata gare shi mujibul lijawabi amince da yake wajabta wato dukkan dora wata karaya alaihi salatu wallahi thumma salamu salatan turaqina ila dhikri wal wubi alaihi salatu wallahi thumma salamu salatan turaqina ila dhikri wal wubi wa innaka ayyuhan nasu anta al mubarru li ila dinillahi anta al munajjiru alaihi salatu wallahi thumma salamu salatan turaqina ila dhikri wal wubi wa innaka afanna fi ashja ufarisin lizadana man qad kana qabulu yubari alayhi salatu wallahi thumma salamu salatan turaqina ila dhikri wal wubi afanta wa lam tabul wa ma futa kaziban wa lasta jawanan lin ataka al jawabi alayhi salatu wallahi thumma salamu salatan turaqina ila dhikri wal wubi wa hadha ubaydun ala ata mutakaffifan ala annahu wal yubbi bil wubbi fa'ilu alayhi salatu wallahi thumma salamu salatan turaqina ila dhikri wal wubi yamurru manalan ataqasara dunahu qulul marawla darwa illu wa jaizu alayhi salatu wallahi thumma salamu salatan turaqina ila dhikri wal wubi alayka salatu wallahi thumma salamu wa ala masajid ala dini baram alayhi salatu wallahi thumma salamu salatan turaqina ila dhikri wal wubi ayyannaka ayyuhan nasi arza yati haqiqa ya rasulullahi kana biyayyan mutane anta al-mubarru li ila'i dinillahi kaine mai fito na fito da mutane wanda ba su ba da gaskiya da Allah ba dan daukaka addinin Allah anta al-munajiru kaine mai yaki ga wanda yake ba da gaskiya ga Allah wa innaka asahan nasi haqiqa kaine mafi kyautar dukkan mutane ashiga farisin wani mai karfi a wurin yaki to kai kafin shi sadaukantaka lizadana man adkana qablu yubari dan haka wanda suka zama suna mubaraka fito na fito da kai sai kowannen sai kaskantar da kai dan karfi ne da shi to kai ne mafi kafin shi karfi asanta
kayi rabo ya rasulullahi wa lam tabul arab araban naka kuma baka taba yin ruwa ba wa ma kuta kaziba ka taba magana ta ƙarya sanda in kai magana ba wa lasta jabanan kuma baka zama makare matsoraci ba min adakal jawadi kai duk wasu kyaututtuka ma kyauta da ake yi ta an same da ni daga baiwarka wa hada ubaydun to wannan ba dan bawa ne naka shine Shoyi Ibrahim kada a ta muta kafifa gashi ya zo ya mika tabin hannunsa babu komai a ciki ala annahu fa'il tare da cewa ya san zai samu rabo bil hubbi saboda soyayyar da yake maka wal hubbi haka da kuma wannan masoyi shi abin so ya rumu mayalan atadafara dunahu yana neman fa wata bayawa da kuhunun manya-manyan waliye suka kasa samun da sun baya-baya ga wannan baiwa da nake so gaba ne marau wanda manya-manyan waliye da suka wuce ba su samu wannan ba ladarwa ba mamaki kuwa wannan abu da nake nema da su ba su samu ba in huwa jayu dan abin nan zan baya halal ne annabi na iya bani shi alaika salatullahi wa salamun alayka tabata gare ka sunna salamu sanna amincin sa wa ali wa ashabi alai da sahabbai ala dini barak wanda suka fito na fito dan daukaka addinin Allah har muslim madar dalu mu kula alkimi wa tanafusi madar dari fi waslihi wa huwa mujahisi alai salatullahi summa salamu salatan tuhi tadawwatu fil afaqi taliba wasli wa taqati jihadi wal aminum walusi alayhi salatu llahi summa salamu radan turqina ila zikr rabbi fa laysa rajai fi tamamu sali qawiyan wa inni anwalaysa biyaqisi alayhi salatu llahi summa salamu salatan turqina ila zikr rabbi alayhi salatu llahi summa salamu wa alihi wa ashabihi bidur lanari alayhi salatu llahi summa salamu salatan turqina arusi na'am arusi alaba kukul mustafa ce san manzon Allah ya cika wannan zuciya tawa wa tanafusi kuma nan babbashi na ma san manzon Allah ya cika shi madaddari mutan zamani fi wasilahi nan a cikin neman saduwa da manzon Allah wa huwa mujalisi kuma gashi shine abokin zama na wato da za a zahiri da farke da bacci wai zama kodin shi shine abokin wato abokin zamana ta dawotu fil afaqi na ce kewa a cikin sasanni da ne ba wasli ina neman saduwa da manzon Allah wa shaddada turabi ga bakunta ta tsananta wa aminu mubadi manzon Allah ko shine mai daidai mai kewa fa dai sanan ya yi fi tamam musali kariya ni dai kaunata ba za ta yi ƙarfi ba in ba na ga na samu cikakkiyar saduwa da shi ba wa in mi akulai sallatu bi yaqi hakika kuma ban zama na ɗebe kauna ga barin wannan abu da nake nema na saduwa din ga annabi ba zai ɗebe kauna ba alayhi salatu wallahu summa salamu rama Allah ta bada gare summa salamu sanna amincin sa wa ali wa sahbihi ala ila sahabbai hudurullah hadisi wani suke su ne watanni din nan wanda suka fito na duhu har kushi sifarun ma ala hadi lilal salatan turqina ila zikr wal hubbi
عليه صلاة الله ثم سلامه ويغني الأفا عن بشاشة من بشا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والوبي عليه صلاة الله ثم سلامه ويغني المقفى عن بشاشة من بشا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والوبي عليه صلاة الله ثم سلامه ويغني المقفى عن بشاشة من بشا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والوبي عليه صلاة الله ثم سلامه مدى الدار إنشائي لأحمد والإنشاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه ما على آل الكرام وصالي أكون هديما عابدا عالما أخشى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي حرب الشين دو حرب الشيني سفاه ما على هادي يجي حسكي هنا ننتظر محمد الهادي شنو من زن الله لذلك لا نحشى هوانا دام هكا كجي غنم با ما جن صورن ولا كنشي ولا ظلما با ما جن صورن ظالنشي وجورا ولا ظالنشي داي ولا بطشا ولا رقونا المقي با ما جن صورن وحاببه بالمدعي إنا مقنا لمن زع الله ديبه بنا لنجيه وهو مؤنسي بديبه من كبا وهينا سفل ماهي لسد أكت من زع الله يا أركك قرين يا دادة أولينا فما على الرمان دشا وانا ذو يا حائن چنل حائن تتسبات سو چنبا نبي أشيب النبي نبا عليه قبل صلى الله وسلم إله البرايا أنتني من الله ما يشوق بان حالتا قباكي ايا ياي صلاتي كمان زم الله تنتني وهو من خده إن شاء فرم غيا مكما يا سامد من زم الله نيدك سنسا سنسا ديكي جيني سامد شي عليه صلاة الله هذا نيوبا أحببت عن ربع سبناك الله يا سامد النبي سبو دس دغ سن نيكي عليه الصلاه والله رحم الله تبارك عليه ثم سلام موسى نعمن جنسا ويقول المطفى ام بشاشه من بشا كمان ذا wannan salati Allah ya manza Allah ya wadatar da ni gabarin sakin fuska dukkan wani mai sakin fuska alayhi salatu wallahi rahm Allah tabarak alayhi thumma salam Musa na amin cinsa madaddari inshaji li ahmad barka wannan salati Allah ya sa mutakan zamani in zama bani da komai in bare rawa ka ta ban annabi ba wani insha bare rawa da farawa mutakan zamani ya zama ban yanke ba alayhi ma al kirami wa salihi salati da amin cinsa tabbata ga arayan sa masu girma da sabban sa akuna hadima barka wannan salati Allah ya sa ya zama mai hidima abida Allah ya sa ya zama mai ibada ga ubangiji alima Allah ya sa ya zama malami ahsha Allah ya sa ya zama malamin ko mai tsoron Allah inda ma ya khasha Allah min ibadil ulama عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي تمام الهدايا والمواكب لن توصى بلوغ رسالة الشفيع إلى الأقصى عليه صلاة الله ثم سلامه فأرشدنا للمصطفى ووداني ونلقوه شوقا إليه بلا إنسى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي نبي رغلا عير وراشا في كل مها فمنك نوال كل من أما أو هزا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي اللهم تدمي
المرسلين جلالة فأنت رسول الكائنات ولم ترسى عليه صلاة الله ثم سلامه زلاتا تلبينا إلى الذكر والرب عليك صلاة الله ثم سلامه من الذات حق الذات للمصطفى نفى عليه صلاة الله ثم سلامه زلاتا تلبينا إلى الذكر والرب عليه صلاة الله ثم سلامه يقرب للما جر للذي وصى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنجينا إلى الذكر والرب عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والسهل الكرام ومن أوصى عليه صلاة الله ثم سلامه تمام الأدايا والمواهب لم توسى بلوغ رسالة الشبيه إلى الأغزال إسر منذن الله زوى بورا دي مهنسا تمام الأدايا شين اتكا كم بيوا دالا شين اتكا كم بيوا الله لن توسى دلقا ما كرم منذن الله يا كورا دي مهنسا ya cika duniya gabaki daya to wannan baya ce daga cikakkiya da Allah ya mana harshe da na lil mustafa Allah ya shirye da mu zuwa ga san manzon Allah wa gadiji da kuma san sa ne wannan hukumu shauka muna ambatan manzon Allah dan soyayya da bege ilahi dan bege zuwa gare shi bilahi sa ba tare da wani kirki wato takaitawa ba nabiyyu guda annabi ne na shirya hayyul wara yanta da kai shafi kunbara ne mai cetan ta da kai amin da wani wata baiwa da gani to an ta an samu ne ta samu ne daga gare ka man amma abu hassa da ta game da baiwa da take bai duk daga gare ka aka same ta Allahu tajammi al-mursalina ka dauka ka bisa ga dukkan manzanni jalalatan ka dauka ka fa anta rasulul kainat kai manzo ne dukkan halitta wa man musa ba tare da kirga ban dai abu kaunu ne kowa ne ko me ne kaunu ne to kai manzan sani alaikum salatu llahi thumma salamu amma la tabata gare ka thumma salamu sana amuncin sa mina zati haqqin zati daga zatin allah haqqin zatin ubangiji mustafa nasa kuma ya bayyana ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam shine muhammadul mustafa alaihi salatu llahi thumma salamu amma la tabata gare ka thumma salamu sana amuncin sa yubarru min ma jarra lahi albarka wannan salati allah manzon allah ya sa manzon allah ya kusato da ni shine mai shafe bata allazi kusa kake bance shi da ke bance alaihi salatu llahi thumma salamu amma la tabata gare ka thumma salamu sana amuncin sa ma la ali wa sahbihi kiram tare da ala ya da sahabban sa masu girma wa man awsa wanda ya wasici da su alaihi salatu llahi thumma salamu صلاة تهيئنا إلى الذكر والرب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تهيئنا إلى الذكر والرب تفعل يقب الهاشمي وأخلص له القلب من القربى حين تخلص عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنكينا إلى الذكر والهب أبيت أراك النجم ليلا مغردا وما صدقني من لام أو من تنكسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنكينا إلى الذكر والهب فكما جمال الناس من لم يصبرون أرقوه الله أرواه الدول كل أهلسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنجينا إلى الذكر والهب وذل أبردون الليل يسار مرشدا إبان بشأنير لكن تركسا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنجينا إلى الذكر والهب وذلك داو أصله أم أحمد ولست وارث الهب لله مخلصا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة
عليه صلاة الله ثم سلامه وآل المسر ثم من تعففا عليه صلاة الله ثم سلامه سلاما ترنجينا إلى الذكر والربي حرب صادق أيضا حرب صادق safari kun bulashimi san bahajimin dangi ya farkaka gare ni wa arala fala kun balun zuciya ta kuma ta kankantar da soyayya din min ne kun bangi kun ta hamla fa ta kankantar mun da soyayya din sabda ta farkaka kuma aure na abin kuranin nuna nakan kwana ina kiyaye taurari lallan nan dan nan taurari kaza ya zo wuri kaza taurari kaza ya zo wuri kaza mugarrajin ina tare da baban annabi wa ma sadani mallama wanda yake zargi na cewa na na kila go na hana shi bacci ina tare da waka mai tsare ni ba amman ta nan kasa wanda ke tauye ni bishiwa bai tsare ni gaban mai da waka ta ban annabi da yake yi ba fadin nan ke bayan nasu billahi manya manyan mutane da kake gani bayan Allah an dare yi shugurun ayyukan da suke yi da dare kurkurun za ka suna ta salloli wa Allah za ka suna da wurai kana kun da hannun nasu ba ko wannan ziyara fuskanci ubangiji da abin da yake wani salla wani wuridi wani karatun alqur'ani kashi ne mai wannan abu dulal layli amma shi wannan bawa shine shi Ibrahim tsawon dare ya sahu shi dan shi yana hore idan sa ne gabarin bacci na tare da waƙan manzon Allah ifani ya ta kuɗa ya ku bada dai na guda mi kuka ga auziran kayan kida da wani lazim taran kasa kida da wani mai kida yake kidawa da daddare ta raqasa yake tarawa ni san da yake wannan kida kidan kayan kidan sa da yake ta sawa ake darawa ni lokacin ina hana ido na bacci da rere ban annabi wa zalika da kun wannan kai cuta ne asubu hum mu'min ace baka iya bacci dare kirwa wuce ba kai bacci ba ai cuta ne amma asalin wannan cuta san manzon Allah wa lardu wa haqqil rubbi lillahi rubbul insan na rantsa da haƙin wannan soyayya ban zama mukhlisan wato mai ikhlasi ba ga Allah ga ubangiji madaukakin sarki wa haqqin rubbi na rantsa da haƙin da wato wannan soyayya da nake yi alayhi salatu llahi thumma salamuhu wa rahama Allah da bala bare thumma salamu sana amuncin sa wa ala wa ashabi ala ya da sahabbai wa man anta fa sana wanda kuma suka ke banto harfun rad سلام سلام على الانام الذي ارى به لاقنا جلائي وهو الذي ابتلى عليه صلاه الله ثم سلامه صلاه ترجينا الى السجر والهب سلام على نزل الاواتك عهد من دعا لك للمولى وقد اعصنا لك ارى عليه صلاه الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهب سلام عليه والسلام يقودني إلى هلوة المهجر ولا للذي أرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهب سلام عليه من هديم متين غفور قرار من غنيه كلما قرا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهب سلام عليه والسلام مودة وما لي سوى وما لي سوى ذا في تدارك ما مضى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهب سلام عليه والسلام مبلغ عليه بمني إنني عنده يرى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترجينا إلى الذكر والهب حرف الرد تهم وطن
سلام على خير الأنام ما مجن الله يتبت بسك بيهين تالكي الذي أرى بلها لهم جلال وند الله يحزكك حنيا ننتك سكياشين مسلم جيد البركة وهو الذي ارتلا حنيا القدى الله يحزكك تاد النبي شين الدين مسلم جيشين الدين مسلم جيد الله يدلشي ورضيه لكم الإسلام دينا سلام على نجل الأوات أمجن الله يتبطي بسك بان آتكو كيبن من خير من دعا لحلنا للمولى يندوان ديك رازواغ الله وقد أحسن لك أرى ياكو تلتده كنجي سلام عليه أمجن الله يتبطي أغريشي وسلام يقودني إلى حضرة الماكي الرلال يجان زواغ حضر المحمد أميشابه بطائلنا الذي أرى من دعا الله حسك قدوه دشي سلام عليه من مدين المدين أمجح الله تبدا قريشة قولنا من هدماء بن بيغان تروى قبول من ديكم أيها الربكنا قرام الغنبي يا أيكة تكتكين سنبانسة يا أيكة كل ما قضى دو أبن الله ينفى يا أيكة يا أيكة سلام عليه أمجح الله تبدا قريشة وسلام مودتهم أمجح الله ذما مودتهم أبن سوني سوية يعني وما رسوها في تدارك ما مرى رزقر ابن ديو جيبا سلام عليه امن جعل الله تبدا غريشي وسلام مبلغ ان امن جي الله يسا يذم ابن كسر وادوا غريشي فمالي انني عند غور لا يذي لا من جمع اچه دي نازم يدد جي اورن النبي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهوي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والربي من دهتني سيارتني لمنهر لتبريد كرب المقربين ومنهر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والربي صلوت شجوني في مديه محمد فلا شجوني وسرور أتى الجوار عليه صلاة الله ثم سلامه محمد أجر الناس أكرم معتدا وفرحا وبغلا وهو لله قد مار عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والربي أجسني من همنا وداركا لأعواد أبد غير أهدك ما كبر عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والربي أتترك أبد الله يجبكم سواكم على سوء حال فهو لا يبتغي الإبور عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والربي أفارق قلوبي ودني كل معانيهم لقرب مهان المنتفى زمانا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والربي عليك صلاة الله ثم سلامه وعلى وسلمه قلوب غير مقترا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والربي طرف الرجع يا رب عندنا شجون دهتني bakan ciki ne wanda suka shagaltar da ni sayyaratini sune suka mai da ni wannan har lafiya ne jukar bilan suka tafiya ne zuwa ga wanda ya zabura dan yayi bakin cikin dukkan masu bakin ciki wa wannan har wanda ya zalunci salawtu tujuni nabi muhammadin wato na sance bakin ciki na a cikin yaban da nake manzo Allah ina cikin bakin ciki da na kama yaban annabi sai inji na wannan bakin cikin da yake ciki ya dabe fa zaha sujuni bakin ciki na ya kan wa sururu ataki wa farin ciki sai ya zama musanyan bakin cikin da nake ciki da na kama yaban annabi محمد أيون الناس شيء محمد بشيني بيهم متالي أكرم معتدا يا بقوة جرم أسلي وبرأ أكرم يا بقوة جرم الرشي وبغلا أكرم يا بقوة أبيبا وهو لله تدنا هر هر يا تنتن تدكو بدبيوس دكو ميدان الله دو أبن دكو يا يدي دان الله كرم
أجسني أجسني تمامنا تبكين يا منزل الله وذلك الأحوال أبدهم غير مزا كرسك حالا يمون نمباوا شنين سيبراهيم غير أهدي كما أبر شيفا بيريك ونا لقاول إمبا لقاول إنك بيا نادي كلا لقاول إنك سودا كتمكيشي كرسك أجسني أبدهم شن زاكا ربدا باوا لا يزيد سواكم لما حسن قوى أمبا قوما على سوى حالي سبود ممون حالنسا وهو لا يبتجني إوار gashi baya neman canji wannan abin da ba son kowa sai ku kuma ba zai canza ba zaka ko bar shi ba zaka bar shi ba fafarin ku hunji ka yayi bakin ciki na wannan kuma mahami ka dabe mun dukkan dazuzzuka ni kurbi mazarin musabba mun gore zuwa ziyarar manzo Allah ya zama yayin kusa ka kaza ka yayi mun dazuzzuka zama ga na je Madina hayu suma na har sadda ga zaburin zama na gan gashi na je Madina ka yayi mun dukkan dazuzzuka da nisa alayka salatu llahi wa salamu ala nabiyyi wa alayka summa salamu sanna amuncin sa wa alihi wa sahbihi wa ala ayyi sahabbai qulun tarawu san ala yan annabi da sahabban sa shine hubiyya abun farlantawa har dai har dai alayhi salatu llahi wa summa salamu salatu ayyina ila dhikr walbudi alayhi salatu llahi summa salamu صلاةً تركينا إلى الذكر والهدي صلاة شؤوني لست أنه لذلك ووثنى دين الله وهو مواسدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاةً تركينا إلى الذكر والهدي ويولى حبيب الله أني تفضلا فما لم يفعل من غرور وقاسدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي فإني محب أرتدي رفع دينه بوزن ولي يشعر كل والدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي وأن النبي الهاشمي مساجدي فلما قيم من أن أتاه بصاحبي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه أنا رواه لم يكن بشرائدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وزاد انهيار الوسائدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والربي سألت إلى أي الإمام وما لفظت لساني سواه بل فؤادي ما لفظ عليه صلاة الله ثم سلامه فلا تركينا إلى الذكر والهدي فإشمع أمار تتدري محمدا فدائي والمأمون بدائي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي سيكتب الصرف إن الأمر راجع وذاكر فأفرد مروس مدى الناس أرواه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه كذا الآن والأصحاب ما لا في كل لفظ عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي حرب الطيب حرب الطيب صلاه شؤوني جاروا الأمر أنا لست أنه بداني إبانا نبي كونا قبر انتواش علينا نيز جارو ووصل حبيب الله ساقوا دمزا الله بانا نبي كونا دعيتا وهو مباسدي من مباسدا وإلى الله حبيب الله أني أتو إنا كونر منزا الله يا زما يا يددني تبرونا من بيواد غريشي فما مر صاحب من ظلومي وانا بوشينا وانا الظالمي والقاسدي دا الجائري وانا ما بعدين تشوشين بندي منزا الله يا يددني فإني محب مسؤوليني فا أرتدي رفع ديني إنا كونر دوكك الدين وبنجيجي
بدون يجي ديتا يجي يجي وليا قال كل مرابي كي وانا يتمرى ماذا يجي تولينا يجن جاوا ذي سي أجكا يجن سي يكرر مسلنجي وأن النبي الهاشمي موسى حقيقة النبي بهاشم دنجي شيني بتمكونا فلم أكو يوما أن أداه بساهدي أبدا زما واتو قم من رسا وابا قبر كدر النبي معنا تسنى النبي زي بيوا تو بضا رسا تبانا فاتنجوا النبي زي بيوا بسامبا عليه صلاة الله ثم سلامه رحمة الله تبدا عليه ثم سلامه سنة أمون جنسا analu adaan albarka wannan sarauci Allah ya san san baiwa lam yakun min sharabihi idan ba sai da wasu sharuɗa ba Allah ya bani ko wannan baiwa da nake nema alayhi salatu Allah thumma salama ala nabiyyi thumma salamu sanna amuncin sa wa alim wa asaba ala ila sahabbai yar al wasai wanda suke sune dukkan zababbu da dukkan wasu wasu dole harbul zai harbul zai ذعنت إلى أهل الإباد نا تفي ذوق بيين حدث بيين باي وما دفض لساني سواه هرشي نا بذا كتب جين يا فتوان أمبا النبو با بل فعادي ما لا يسو جاتا با تتبحر روان أمبا النبو با فإش مران كي دموا كرايو كنا مبارن جيكي ما كنت تدري محمد مدد كاسم من ذن الله فداري كابن جدانا سمر مامون سونا يمن ذن الله في داره عظامنا زد أجيائي ما ديجي إذا كان معرفته اسم بعض الأولياء رضي الله عنهم إذن متنياسا سونا يوم مسلك تكيم وليان الله الله يدد سينجي من عذاب الله تعالى ينأسئل دمتن دق عذاب الله فكيف بمعرفة اسم سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم تويا ودوسا سونا shugaban mutanen farko da na karshe sannan sunayen waliyai na tsayar da kai daga azabar Allah to ya kuma ka san sunayen annabi Allahumma kama allamtana ismuhu yace Allah kamar yanda ka sanar da mu sunan annabi fa arina barakata ma'rifatihi Allah kuma mana albarka sanin wannan sunan annabi bimannika wa fadlika da baraka da fadlaka amin saboda kace inda ka san sunayen annabi ka je ka tafarin ciki kawai تبصر تلوى إلى بصيرة فإن الأمر بعد مغاي لمر بابي ورنيني أبيري فأفرر مبؤوس هدى الناس فعلا شين ما في في تلوى نوم من ذولا قوى النبي لك أيقود يذو شين دا متاني أو أن قوى يو متاني وعزيم ذالا شين ما في في عليه صلاة الله ثم سلام رام على تبتا قريه ثم سلام وصنع من جنسا كذا الآل والأفا حقنا آل يا صحابي ما لا تقول لفا karone me magana yayi magana yayi lafazi Allah ya salati da aminci gare su alaihi salatu llahi summa salamuhu salatan turajjina ila dhikri wal qurbi alaihi salatu llahi summa salamuhu salatan turajjina ila dhikri wal qurbi نعم إن عير الناس أرجو شامئة لنفسي وللآمين إذ جئت راشئة عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الزكر والربي إلى كل أهل الله أرسلت نعمة وإني وعي المصطفى لست آمئة عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهبي حكيم ظليل مظلم واجب لكم محب جديد القوم والأجزاء خادعة عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تؤدينا إلى الذكر والهبي أجرني مؤمنا أهمتيا فلم ألقى يوم الربي ما كنت زادها عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهبي عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أنسي لدين مرافعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والربي عليك صلاة الله ثم سلامه أصول لديك المعادين المزايا.
عامل التعب وصلي صلاة وتسليم ومن كان تابعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب رب العين جنعم إن خير الناس حقيقة في أي متانة أرجو في شافع لنفسي إن قونا سيدما ميشيتو غرينا وللأهلينا إن وقنسا سيدما ميشيتو غدقا أهلينا إذن إتواشي إن أزو مسا إن ميكسك أنت دقينا ميجن زوران الله إلا كل هلك الله أوصلت نئمة يا رسول الله كابا لنئمة غدقا هلتن الله فا وإن ما لازم ما زما نا كود كيبا وحق المصطفى نا ده ونن حقي نسو اير من زمان الله حقين هم وانا ده ولا كنتج زليم كس كنتج مغلب يا وان زنبي هادي من مكو يهدي ما غيركو مهم شديد الهم يسو ايا مطلع انتي يسو ايا ترجع هاري يا دوينا مي كس كنتج دكي اجرني اجرني من يا من دا من ذا الله كثير الدني كثير الدني أهم ليا كثير الدني دخل يا سني فلو أنا فلو أنا بدل ما رب ما كنت صانعها الله سأن جمد أبن دنا أي كتانة لي هو بكار أنا لقيا ما كوجن زما كرني كثير الدني عليك سلام الله ثم سلام رام الله تبدا عليك ثم سلام موسى نا أمن جنسا سلام بها ومسيرة في الدنيا البركة والنزلة الله سأن زما ɗauka ka wannan addini naka alayka salatullahi summa salamu ya mala da bada gareka summa salamu sannan amincin sa asudu labaika almadihin almasaqi'a barka wannan salati Allah ya sa in shugabanci masu yawa yabanka masu fasaha a cikin shugaban su عليهما الأهل الكرام وسامي سلام وتسليم سلاتي دعمونجي ستمت دعالا أنه ما سكر ما رسح بنسا ومن كان تابعا ستابع أي سلاتي دعمونجي تبدا غريس حرف البين جنا النفس أبجيه ولا لا أسابه لمن يهمه ليسا يمبالغه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا يا فوق الأثار يوسف الرحمة كاسبا لما هديه يوم الكرى والباليه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والربي أسير أتى ريبا ببابك مقدما بلغ عينه بلا أثار عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب أجنب أجنب يا مكين فإنه فقير وإنه والله كبالي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب عليك صلاة الله ثم سلامه وعادم مصابنا كل من كلامه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب حرب الغيب نعم حرب الغيب جنى النفس أرجي أبن لك نيما شيني وداتا تنتزوتيا ولا على أصابهم يموم يكون سزم تشككو بما بيجيا سبو ليبونا لنك إيقا من زن الله مربوع في الصلاة المبالي ليبون لك وانديك ما تقع تشكين كوتا يفك الأثار هنا كنت ويندسك اللي بتتو يونس الرامة سارة دزمونجي كاسبا لما أبيه هنا ميتفا تدى ويندسك الرسة تفا يؤدل الكرام yana bada abun jumba ko wani bayi yana kuma kai mutuka a cikin dukan wani nawo da muka faɗa asirin atarai kuma da ribatacce fa na zinubai ya zo ba ko a kofar gidanka mai da komai kuma ya rasa komai mai da komai fa hannunka fi ko za ka kawo dauki gare shi dukan da na sai wato bai wannan taka cikakkiya mutukar zama ita zama ita ma shi ma ya same ta adin ka taimake shi adin ka taimake shi ya mu ya mai taimako fa inna ku ka kiro shi ba mu bukaci ne fa wannan labtin nubai wallahi harun da bani shi kuma ya san alkhairin ka ya kai mutuka fa alayka salatullahi summa salamu ya mala da bada gare ka summa salamu sannan amincin sa wa alim wa
banyan alayhi salatu allah thumma salam la tunsurina bila لقاء نبي الله وهو ملاكه مرامي ومن دون المرام متاعب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنقينا إلى الذكر والربي فلو كنت نعلا للأمين لتم لي مرادي وجلا فالصديق المناجب عليه صلاة الله ثم سلامه لا تنتركينا إلى الذكر والوفي فمن في الدارين إلا وصالوا وقل يسوى غالي وهم أواسلوا عليه صلاة الله ثم سلامه فإن لم أجرت قبيل كف محمد فما لذ لي أيشي وأمري تالب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والوفي وربي المصطفى وهو كامل أفار إليه من هو يلاحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب لذا من قدام في الهب بين من بليلة وميلة أورثته الدوائب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب يعيد ربي إلى وربي ففي تنادي بالسرور الهوات عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب جمالك ينسيني هلا كل بهجة وإني أمي إن بابك آكف عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب وجودك ينسيني موالا سواءه ومن جود إلا منك والكل غائب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والرب عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تنقول أو المأواكب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والرب عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تنهو لكثر اللقائه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أودى وإني آيب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب عليك صلاة الله ثم سلامه وعالم وسالم كله منك هارب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهب حرب الباي حرب الباي لقاء نبي الله يجي قبوة دا النبي الله وهو ملاقف ينا ميتوس ساوا مراني صواب النبانا كينا ومن دون المراني متالف ايكوا حلقا تا تتبتا اقوم بنسامو وانا ابن نبانا با اتنا قمد منزان الله ينا ميتوس ساوا فلو كنت نعلا للأمين ina ma a ce mana zama takalmin manzon Allah la tammali muradi da muradi na ya cika aje ne takalmin sa da yake takawa wa illah ku ba haka ba fa sadiqul munadi ayyun aboki al munadi wato mai tausasawa ne kuma yakunu fi darain illa wisalu a duniya da lahira ba wani jin dadi in ba saduwa da annabi ba wa kullu shuwa hala wannan wannan saduwa da annabi riyalun awasim kuma iska ce waje take mai karani waje ta ta wucewa da za ta yi to Allah ta kamila kan cimu wannan wannan rayuwa ko duk wani lokaci ba mai tabbata bane dai ba wata saduwa
saduwa da annabi da illa ma aje in ban samu da nabila ka fi muhammadin samu da masun bantattafin manzon Allah ba amma lazali aishi ba ta hawa ta dadi ba wa umriyata limu rayuwa ta ma ta zama ta halaka ta tafi kenan haka ba rabbi na ubangiji na wa rabbi mustafa ubangijin manzon Allah huwa kamilu shine cikakke afara ilayhi minhu manzon Allah ya kurnyo manzon Allah zuwa gare shi minhu daga gare shi wa huwa yuladi kuma yana laddaba maza lizama man tarama fil gundi da haka ga wanda ya gigice a cikin san manzon Allah yake gigicewa barna man bila ila wa maila kanun wazi wanda ya gigice da san laila da maila aura satu dawai da jama'a suka dinga gadawa da juna wani zamanin yin suka ance wani laila yake zo wani wani maila yake zo wani tandami yake zo wani Fatima yake zo wani Khadija yake zo wata wani Habiba yake zo wani wace ta yake zo ko wani zamani da irin wanda yake amma shi dai manzo Allah yake zuwa ko wani lokaci ya hayyini rubbini ila rabbini da an ce jin jiran wata rabbi awal ya kama sai ka ji ya motsa mun san manzo Allah fa fi tunaji bi surur al hayati a cikin wata rabbi awal da ka ji muryoyi suna ta kira da murna cewa watan matan haihuwar annabi ya zo wa inni la ta'rumu ila ma jazzatu wallahi shi ko girgiza tana samu na tana bujiro mai idan watan rabiul awwal ya bayyana kazalika innam din bi wasfika yasif wani mai subanta subanka ya rasulullahi in yana yi sai in ji wato wani irin girgiza tana samu na jamaluka tanka ya rasulullahi yunsu wala kulli ba'da yana mantada ne kyan dukkan wata kawa wa inna umrini inda babika akifu inna nan alzumta baki kofar ga ya rasulullahi umrini matakar rayuwa ta wa dinka yusini walam wani kyau ne wa duk wani kyau yana nuna manzo Allah ne da haka kace da jo eh wata tabiya aka sauke shi a hotel to hotel din akwai irin inda ke shaye shaye da kida kidan nan ana samari sana ta kida ana tarawa an kunna fujulu iri-iri da bulu koriya kamar yadda muka je garin can muka je maulidi inda ka suka sauke mu haka haka muka zo muka daren to gaga wannan idan wani in aka kai wani wannan hotel ce kai ko kama wannan hotel in kuka aka kai wajen wani fa wajen wannan hotel din ba zai sauka ba zai ce ku sake mai wuri dan sai an huta wajen masu shagalin sannan za a je ɗakin bacci to amma ina ruwan shawu ji shawu da aka sauke shi a irin wannan wuri da ya gani ya ce ai shi falalwaru wal anwaru wal rafasu wal gina tuzakiru arbabu wasa'ir bil qusam wannan fitulu da nake gani ja da koriya da waye da waye da waka da ake yi da raye raye da samari suke yi ni manzon Allah suke tuna mu kaga shi ba ruwan sa ba ya kallon wannan saboda shi manzon Allah duk wannan Allah ya gane haka na ga man tija din gore muka tafi da kaga wannan gurin in ko ga wani ko ba zai sauka wurin nan sai dan ku canza mai wuta amma mu ka je ka kai mu ai dama an taba sauka da shi a wurin shi ma irin wannan kaga hamma da rin zamu je majalisi su kuma su ba sun dosi ta sarar musu lakum dinukum wa dinu kowa ya harkar sa ta wa dunika yunfu wa rahu shi duk wani kyau da ya gani manzo Allah yake nuna yake tunawa cewa yafi wannan abin kyau wa duduka wa mutarka kyautarka ya rasulullahi tana mantar da ni dukkan wata kyauta ta wannanka wa abin da sai ai wani bayan ma bata samu ba sai daga bayawarka wani kullu bayan duk wani mai bayawa ma ya kan fito ne daga irin bayawarka to sai haka bayawarka ta mantar da ni dukkan bayawani da kyautar wani alayka salatu Allah wa salamuhu rahmatullahi wa barakatuhu kasu masalamu sanan amincin sa salatan bi antum huwa Allah albarka wannan salati Allah yasa dukkan wasu tafsashe su nuhulina alayka salatu Allah summa salamuhu rahmatullahi wa barakatuhu kasu masalamu sanan amincin sa salatan bi antum huwa kasrul ladai Allah yasa albarka wannan salati dukkan wasu taushi da tafsashe sunufo kasiri gidana ko birnina ko garina alayka salatu Allah summa salamuhu rama Allah ta bada gare ka summa salamu sannan amuncin sa salatan bi hamu huda alayka wannan salati Allah sa a shirya da ni wa in ya arifu ni
fa masani ne ga Allah madaukakin sarki alayka salatullahi summa salamu rama Allah ta bada gare ka summa salamu sannan amincin sa wa alim wa sabin da ala ya da sahabbai kulluhum min karim dukkan su ba sahabban wato masu dore karaya ne masu gudana ne harful qaf جميع غراني والكتاب وهاني لم أعمل نور لكن صلى الله عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب جفاني ولم أجف لأجل لا ولم أهب إذا ما سبقت إلى غير أراضي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب أرجف وانا ملهم رغونا مؤيما سمير الدولي فوق بير المالي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والحب وعبي وعي الناس سري ومركبي ياسي وتوفي ترغى والمرائي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي يقربني عنك لديه فأنسني بنور يريم القلب كل الركائي عليه صلاة الله ثم سلامه فسرت به أدوي مقامات راحلا إلى الله رب الناس موت الهوائي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهبي وإن دهش الأقطاب يوما بمشاد فللوصل والتمكين من فرداني عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي سرى السر في سري فكل يسرور ليوم رسول قائئ للألائك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أسمو على كل فائئ عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تقيم الشر من كل داعي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه لأدار سبقين ولا كل سابق عليه صلاة الله ثم سلامه عليه صلاة الله ثم سلامه سلام مجد شفه الحب آشدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه سلام عظيم للرب وذكرانك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي عليه وعلى آل الكرام وصالي صلاتي عليه دار أدوى وصالي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والهدي حرف القاف حرف القاف جميع غراني دكم بيجينا والكتابي نارا زيد القرآن وهالي نارا زيد مهل الجينا يا مد النور لاي بيجينا ناي نيغا حمدو وندي كشيني حسكان غسكيا سر الحق آي شيني سر دكم حجيبو جفاني ولم أجب الأخلا بدا دي bada dai yayi mun mota amma ni ban yi mota ba walam ahab idha ma safa waqati din dai lokaci na ya tsarkaka ya dadi ba na jin tsoron wani wauta ta mai wauta la hayya la la ilaha illa allah ina da dabiyayen manzan dabiyayen halitta inda yayi dadi duk wani wanda zai mun mota ya taimaka mota ni ba wanda zan mota arikitu wa na mil aqrabuna narsa ibuna bacci gashi kuma kusanta na sun yi bacci ma yama na abun begarwa da rashin baccin sami abokin hirata suduri wa
wato sadaruna da nake yi au kabilul mahari da nake rubuta saman faran takardu suna cike daibe min kewa na rasa bacci wahadi wahajaran nasu sirri a wannan takardun nawa abin da wanda nake magana da shi shine biyayyen halitta wanda yake shine sirri na wa markazi tattarata giyasi taimako na wato musu garkuwata kulwa gawar marami a wurin yaƙi da dukkan wasu kuntace kuntace yuqarribuni haqqan nabiyhi wannan yabe yaben da nake yana kusantar da ni da gaskiya zuwa ga annabi fa an sanni bi nurin yarin alqalbi kullar raqayin kuma da haske wanda yake haska ga dukkan wasu abubuwa masu taushi ga zuciya fasantu biyu a dawin damani da yabon annabi na zama ina nade dukkan makamu rajilan ilallahi ina mai tafiya zuwa ga ubangiji rabbin nas ubangijin mutane mu'dil hawarin da yake bada abubuwa masu keta al'ada wa inda fisal aqdamu yawma idan kudubai suka gigice wata rana bi mashahadin a wani wuri mashahadi bajin muslimu wa tamki ina da saduwa da tabbata min fallani daga barare wanda yake mahalicci na shine Allah saran sirri fi sirri ina so a cikin sirri na akulli sirruhu na zama sirrin zama gaba daya bi mun rasul na samu wannan ne saboda albarkar manzo qani inna alaihi wanda san sai yake yanke dukkan wasu ratayara da yake kamar san duniya san dukiya san yaya san ayabe ga in kar zarge ga san mata san albarma gazanan dai duk wani alaiq ne sunan alaiq alayhi salatullahi summa salamuhu rahmatullahi tabata gare alayhi zai tabata gare summa salamuhu sanan amincin sa salatan biha asmu albarka wannan salati Allah sa daukaka ala kulli fa'i bisa ga dukkan wanda yake mabiyanci alayhi salatullahi rahmatullahi tabata gare shi summa salamuhu sanan amincin sa salatan taqin sharra albarka wannan salati Allah ka kiyaye daga sharri min kulli dari daga wani mai guduwa da dare alayhi salatullahi wa ma'ala da bada gare su musallamu sanan amincin sa bi addara sabiqi salati Allah san riga kullu sabiqin riga dukkan wani marigayi ga daukaka addara matakan zamani alaihi salatullahi summa salamu wa ma'ala da bada gare su musallamu sanan amincin sa salama muhibbin ba wannan aminci ne wanda yake na masoyi shafabun hubbul ashiqi da son wanda yake mai bege ya zama ya lullube shi alaihi salatullahi summa salamu wa ma'ala da bada gare shi summa salamu sanan amincin sa salamu yi assalamu hadimi wato sallama ce irin ta mai hidima larahu wa diwanihi soyayyar masoyi ya zama barahu wato ya tace shi ba san ba annabin yake so ba alayhi ma ala alihi salamu wa sahbihi wato salati da aminci ta daga alayansa masu girma da sahabbansa salati wa alayhi salati ne ta daga yashi addara matakan zamani akwai wa sahbihi wanda yake ne bi karfin wato igiyata arwal kafi kafani alani illati anni yasaliku bi hubbi liman yanmi fi ruma maliku alayhi salatu llahi thumma salamu salatan turakina ila zikr wal hubbi li kulli fatan hubbun wa qasdun wa wadahu wa inni bi hubbi la shimin dar masiku alayhi salatu llahi thumma salamu salatan turakina فاتم المدينة المصطفى ومداده سبيل الذين عشت إني سالك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تركينا إلى الذكر والوفي عليه صلاة الله ثم سلامه يدارك للمولى وكرمي أدارك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاه تركينا الى الذكر والنور عليه صلاه الله ثم سلامه وآل واصحابه هدوا وتداركوا عليه صلاه الله ثم سلامه صلاه تركينا الى الذكر والنور حرف الكاف حرف الكاف كفاني مي انا لله انيما صالح واتو kasancewa ta salikun na hadu bihun bihun basan liman yamin firin
ga wanda ya dangana zuwa kabilar Bihiru da kabilar Maluku ko kuma kakansa Bihiru da Maluku to ya ishe ne gabar dukkan wasu illoli ne kuma ya fata mun ko wani saurayi da kaje ganin yana da irin soyayyarsa wa asulun ko wani saurayi da kaje ganin yana da irin dasa abin da yake nufi wa mafarun ko wani saurayi yana da abin da yake alfahari da shi wa limmi ummu al-hashimin dara mas amma ni ina nan rike da san manzon Allah ya dara mataka zabani farsu gumi madini da musu dabba annabi shine so na shine manufata shine abin alfahari na farsu guli aiki na madihul mustafa shine yabon manzon Allah haka nan san manzon Allah kuma sabili shine hanya ta annabi ma ishku inni yasa hanyar da zan zama ina shiga ina nake shiga ma ishi kuma da kaura rayuwa don san manzon Allah ita hanya ta da nake shiga alayhi salatullahi summa salamu rama Allah ta bata gare summa salamu sannan amincin sa yudarikuni maula ka wannan salati Allah ya riske ni wa qarni udari albarka wannan salati Allah sa an riski qarni na shi ma alayhi salatullahi summa salamu rama Allah ta bata gare summa salamu sannan amincin sa wa alim wa ashabi da alayen sahabbai hadan suka shirye da mun wata daren suka kuma ruskar kai na galibucin yayi ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wa lima jibil lima sabaqana sabaqa al-hajjila wa ala alihi ala siratika al-mustaqim wa ala alihi ala al-hajji wa bikilari al-hajji